هذا ليس تجمعاً حول أحد الأسواق، وهذه ليست مجموعة أشرار تقوم بأعمال الشغب، إنها احتجاجات لعمال من أهم القطاعات الحيوية، الأطباء والأساتذة. أصوات عالية ترجمت مطالب اجتماعية ومهنية. أما هنا زعيم أكبر تنظيم نقابي في الجزائر، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الغائب الأكبر من كل هذا. وتعاطي نقابة سعيد مع هذه الاحتجاجات بأن هذه النقابة غائبة غيابا تاما كاملا عن هذا الحراك، وهذا ما يفسره غياب البيانات. يعني حتى الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الأقل يا سيدي إذا كان ما فيش شيء قال على الأقل مساندة، يعني على أرض الميدان يكون فيها على الأقل مساندة معنوية، على الأقل ببيان. لم يفهم المتابعون للشأن غياب أكبر مركزية نقابية بزعامة سيدها السعيد الذي لم يسجل حضوره سوى في اجتماع الثلاثية التي دعت إلى خصصة المؤسسات العمومية وتأبينية المناضل والراحل عبد الحق بن حمودة. مواقف ترجمها بعض الناشطين والحقوقيين بأن وريث بن حمودة يكتفي فقط في الدفاع عن خيارات رجال الأعمال والحكومة دونا عنها العمال. أن تتصرف باسم نقابة عمالية وطنية في هذا الاتجاه السياسي، يعني هذا ما لم يعرف. كل النقابات في العالم بأسره لا تتجه في اتجاه سياسي واحد. مواقف الأمين العام للمركزية النقابية سيدي سعيد كانت ولا تزال محل استغراب العديد من النقابيين والسياسيين والمحللين، وسط شائعات تدور بأنه هو من يحاول كسر مطالب باقي النقابات الاحتجاجية انطلقت من تصريحات أحد أعضائه بالإجتياء. ولكن تكت قزمني أن أقول حقيقة المجتمع، هذا الهدوء اللي عشناه منذ 2014 إلى اليوم رقم سيرت المرحلة ما فيش، كانت الحالة هادية ومستقرة. في الوقت الذي وصل فيه الوضع الاجتماعي مستويات دنيا، ودخلت إضرابات الأطباء والأساتذة شهرها الثالثة والرابع، يبقى سيدي السعيد إلى غاية الآن شاهداً ما شافش حاجة.